أسعد الله أوقاتكم متابعين قناة فلمون، شكرا لكل الدعم والمتابعة، وما زلنا مستمرين في Basic English Grammar وهذا الدرس رقم 23. اليوم راح نتكلم The Past Progressive Tense. اليوم راح نتعرف على الزمن الماضي المستمر. الزمن الماضي المستمر هو use the past progressive tense to talk about action that we're going on at a certain moment in the past. شو معنى الكلام؟ معناته انه حدث شيء او فعل حدث بالماضي وجلس فترة معينة من الحدوث، يعني ما زال مستمر او استمر في فترة معينة وانقطع. جميل، إذن خلينا نقول فعل جلس 5 ساعات 10 ساعات إلى آخره، وهذا الزمن نعرفه. جميل، خلينا نفهم الفكرة. ماري، هذه ماري، وهذا بيتر. بيتر was passed by Mary. So Mary was waiting for the bus when Peter passed by. شو معنى الكلام؟ معناته إنه كان بيتر أو مرة بيتر بجانب ماري when she was waiting، عندما كانت تنتظر. فالفعلين كلهم، هذا الفعل اللي هو الباست باي يعني المرور، جميل، وأيضا الويتنج، كان كلهم في فعل ماضي، كلهم أفعال ماضي. خلينا نطلع شوي عن الكتاب هذا البيسك وروح للصفحة هذه علشان تفهم. إذا هذا past وهذا present، هذه المضارع والحاضرة، هنا future. إذا past هو فعل حدث بالماضي، شوف حدث، جميل، وما زال مستمر واستمر واستمر وانقطع قبل حدوث، قبل أنه يصل للحاضرة. جميل، خلينا نأخذ بعض الأفكار عشان نفهم أكثر. يقول لك action was happening، إذا هي عبارة عن أحداث حصلت specific moment، في أحداث معينة of interrupted or interruption وانقطاع، وهذا الانقطاع. Or the two ongoing action were happening at the same time. تمام، أو حدثين يحدثون في وقت معين في الماضي. جميل، خلينا نفهم الفكرة. يقول لك you were studying when she called. هذا statement. You were studying، لقد كنت يعني جالس تدرس عندما قامت بالاتصال. هي اتصلت وانتهت، تمام، أن وأنت بنفس الوقت كنت إيش؟ كنت تدرس. إذا كل الأحداث هذه حصلت في الماضي. إذا هو حدث بالماضي، جميل، واستمر فترة وانقطع. تمام، خلينا نفهم برضو example، another example. يقول لك I was watching TV when she called. لقد كنت أشاهد التلفاز عندما اتصلت. تمام، لو مثلا نقول مثلا الأم اتصلت في ليلة البارحة وجيت أنا جلست أسأل أقول when she called you، when did she call، تقول لي I was watching TV، تتكلم عن فعلك أنت، when كنت I was watching TV، هذا حدث، when she called، تمام، أنا كنت أشاهد التلفاز عندما هي قامت بالاتصال. تمام، إذن هو حدث بالماضي. إذن في فعلين، دائما إذا أردت أن تتكلم عن فعلين معينين، يعني مشاهدة، تمام، أنت قاعد تشاهد تي في، تمام، وأيضا هي الاتصال، الاتصال له هي أو الأم، بالمقابل واتشينج تي في مشاهدة التلفاز هو يعني يكون خاص لك. تمام، فأي واز بلاينج فوتبول وين شي كولد مي. تمام، I was doing this when she doing that. تمام، فهنا فعلين. إذا كان في فعلين بالماضي نستخدم إيش؟ ال past continue. تمام، إذا ال past continue الماضي المستمر بإمكاني أن أستخدمه، هو يا أما أن أستخدمه في شيء حدث بالماضي وانتهى، تمام، أو في فعلين يعني فعلين صاروا الفعلين هذول بالماضي وانتهوا. وش معنى الكلام؟ معناته انه انا كنت اشاهد التلفاز، بالمقابل ان الام او الاخت او الى اخره قامت بالاتصال. اذا فعلين بالماضي وانتهوا، تمام؟ فهنا الفكره. يعني طيب الفورم، وش الفورم شو اسمه اللي هو فورم الباست كونتينيو؟ الباست كونتينيو الفورم حقه ايش؟ اللي هو البروناون، وقلنا أمس إيش؟ قلنا where،
تمام. خلينا نرجع للكتاب عشان أكثر وضوح. الباست شوف تمام هنا يقول لك الفورم حقه إيش. الفورم هو إنه تجيب ال was أو where تمام. طبعا الضمير هنا أول بالبداية ضمير هي شيء إلى آخره أو اسم مفرد أو جمع. فهنا طبعا الضمائر والأسماء وإلى آخره. هنا أيضا الفعل المساعد اللي هو السماء auxiliary verb طبعا يا من يكون helping verb تمام أو auxiliary verb doesn't matter they help from to the past progressive tense تمام. فبالأخير نضيف إيش للفعل إيش إيش نضيف له ضيف له ing. مثال Peter was making Ben was doing تمام. فأضفنا للفعل ing تمام. أضفنا للفعل ing بعد سواء هنا اللي هو he أو she أو إلى آخره. أيضا لا ننسى الفعل المساعد لأن الفعل المساعد مهم جدا. طيب خلينا نعرف الفكرة هنا. يقول لك exercise الأول عشان نفهم. fill the blank with the was or where. طبعا قلنا we أخذ إيش where تمام. فهنا أبغاكم تحلوا تضيفوا اللي هي was or where تمام أو تحلوا اللي هي. وأيضا الاكسرسايز الثاني تضع الفعل المساعد لا تنسى تضع الفعل المساعد وتضع إيش الفعل هنا موجود عندكم. شكرا لكم لا تنسوا المتابعة.